احنا حلو نروح عندنا فقره كابتن جمال والكابتن مصطفى عارفها كابتن نمبر 1. هنعرض لحضرتك ثلاث صور وانا الكابتن مصطفى وهتختاروا الافضل من وجهه نظركم من الثلاثه. من الثلاثه افضل لاعب في المصري في الموسم اللي فات كابتن جمال. جريندو. حسن علي. افضل محترف في المصري في الموسم اللي فات كابتن مصطفى. ده الجلاسي ده؟ الجلاسي. افضل صفقه للمصري لغايه دلوقتي كابتن جمال. مروان. كابتن مصطفى. انا شايف محمود جد صفقه ممتازه يعني. افضل رئيس للمصري كابتن مصطفى. سؤال صعب بصراحه. الثلاثه انا بعزوم جدا بصراحه بامانه يعني الثلاثه بامانه يعني. كابتن جمال هو لو يعني معلش انا على فكره عمري ما قابلت مستر كامل. ما شفتوش خالص ولا سلمت عليه لكن على اللي هو عمله وبيعمله انا بعتبره ان هو يبقى في نسبه اعلى شويه. افضل مدرب للمصري في الثلاثه بوشكاش كروجر حسام حسن كابتن مصطفى. بوشكاش. افضل اسطوره للمصري بعيدا عن جمال جوده كابتن جمال. اينو. كابتن مصطفى بعيدا عن مصطفى وده كابتن مسعد نور. كابتن مسعد نور مع احترامي طبعا اينو ده كابتني واخويا وحبيبي يعني. افضل محترف للمصري كابتن مصطفى. منسى كابتن جمال قال اكوتي. اكوتي منسى. اكوتي افضل لاعب لعب للمصري والاهلي كابتن جمال. حسام حسن. مجدي عبد الغني. مجدي ما لعبش. مجدي لعب بور فؤاد. المريخ. الاقدس والدس جامد. ده حبيبي. افضل لاعب لعب للمصري والزمالك السيد هيثم فاروق. لا مؤمن عمل مع النادي المصري. مؤمن بنعيش فيه. لا مؤمن عمل شغل كويس قوي مع النادي المصري.